أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد ملامح التقارب الإماراتي الإيراني وانعكاسه على المشهد اليمني. قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن ميليشيا الحوثي جزء من المجتمع اليمني وسيكون لها دور في مستقبله. قرقاش أعرب في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل في حسم النزاعات والتحديات التي تعصف بالمنطقة. هذا وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي إن علاقة بلاده مع الإمارات تحسنت، كما دعا لسحب الأسطول الأمريكي من الخليج العربي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي انعكاسات التقارب الإماراتي الإيراني على مستقبل المشهد في اليمن؟ وهل يعني ذلك عجز السعودية والإمارات في حسم الحرب ضد الحوثي؟ نتابع أولا التقرير التالي الذي عده الزميل محمد عبد المغني، ومن ثم نعود لاستقبال ضيوف الحلقة. سيكون للحوثيين دور في مستقبل اليمن، ليس هذا تصريحا لدول أو منظمات ترعى عودة المسار السياسي والسلمي في البلاد، بل لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي يمثل أهم دولة متورطة في حرب اليمن. قرقاش في كلمة له خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي قال إن التصعيد مع إيران لا يصب في مصلحة أي طرف، وأن العلاقات مع إيران تتطلب جهودا قوية للتوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الإقليمية. إيران أيضا وعبر قائد قوات حرس حدودها قاسم رضائي عبرت بأن علاقاتها مع الإمارات تحسنت، كما دعت لسحب الأسطول الأمريكي من الخليج العربي. الاستجابة الإماراتية للتهديدات الإيرانية بعد قصف شركة أرامكو السعودية مثلت بحسب مراقبين السبب الرئيسي لحالة القزل مع إيران والحوثيين وإعادة ترتيب العلاقة مع إيران بشكل فعلي. التقارب الإماراتي مع إيران وضع تساؤلات عديدة لدى مراقبين، هل هذا التقارب يأتي بموافقة السعودية أم بالرغم عنها؟ وما مستقبل الحرب مع إيران بعد هذا التقارب؟ لكن الرد على هذه التساؤلات جاء سريعاً من وزير خارجية السعودية عادل الجبير الذي أكد أن الأولوية في اليمن في الوقت الحالي لم تعد لمحاربة الحوثيين بل لمحاربة تنظيم القاعدة. تغيرات عديدة لطريقة تعاطي الإمارات والسعودية مع الصراع في اليمن، وتساؤلات كثيرة عن ملامح اتفاق يمني محتمل قد يغير المشهد. لكن يبقى السؤال، لماذا أدخل الخليج اليمن في صراع كارثي ومن ثم قرر رفع يده ليقاسي اليمنيون بعد ذلك وحدهم تبعات الانقلاب والحرب والأزمات الإنسانية؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا عدنان هاشم الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية. مرحبا بك أستاذ عدنان. بداية، كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حول أنه سيكون للحوثيين دور في مستقبل اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. باعتقادي التصريحات الإماراتية هي جزء متطور من تصريحات سابقة بدأت في يونيو حزيران عندما أعلنت الإمارات انسحابها من مواجهة الحوثيين في اليمن. الإمارات لم يعد لها وجود في مواجهة الحوثيين، وكل وجودها من أجل هيمنتها ومن أجل بقاء نفوذها في جنوب البلاد تحت شماعة مكافحة الإرهاب. هذه الشماعة هي التي ما تحاول الإمارات أن تبقي نفوذها في جنوب اليمن من أجله. اتفاق الرياض يشير إلى ذلك بشكل واضح بأن الاتفاق لا يعني التوحد ضد الحوثيين بقدر ما يعني فرض الأمن والاستقرار ومكافحة ومواجهة الإرهاب، بمعنى وجود إماراتي مستمر. وهو البيان السوري الذي أعلنت عنه الإمارات عن انسحاب قواتها في عدن في 30 أكتوبر 20 الأول الماضي. باعتقادي بأن العملية العسكرية للتحالف العربي من نهايتها خلال الفترة القادمة سنشهد تحولا كبيرا في علاقة الحوثيين بالمملكة العربية السعودية. هناك مفاوضات مستمرة تجري على قدم وساق في مسقط وأيضا ربما في الرياض. هناك أيضا مشاورات أخرى تقوم بها الإمارات مع الحوثيين ومع الإيرانيين بشكل متصل من أجل نزع فتيل الأزمة من المنطقة، وأيضا رادع الحوثيين من إرسال الصواريخ البالستية والطائرات المطية إلى أبوظبي ودبي.
باعتقادي بأن هناك حل الأزمة اليمنية، لكن وفقا لبكاء الجماعات المسلحة مثل الميليشيا الانتقالي والحوثيين كقوة موجودة ومؤثرة في مستقبل البلاد. نعم، إذن أستاذ عدنان تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الأستاذ سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية الذي ينضم إلينا من الرياض. مرحبا بك سيد سلمان. بعد أن كانت تصريحات التحالف تتحدث عن قطع أذرع إيران في المنطقة، أصبحت الآن تتحدث عن أحد أذرع إيران في المنطقة الذي هو الحوثي على أنه جزء من المستقبل، ما الذي تغير؟ في البداية أحييك سيدتي، أحيي غيرك، أحيي السادة والسيدات المشاهدين. ليس هناك أي تغيير. الموقف التحالف العربي من أحداث اليمن ومن الحوثيين على وجه التحديد هو موقف ثابت، وليس هناك أي متغيرات تجاهه. ما يحدث من تناغم في بعض الكلمات أو بعض المتغيرات أو هذا ليست بجديدة. الحوثيين في الأول والأخير هم مكون من المكونات اليمنية، وليس هناك فرق بينهم وبين أي حزب آخر. فقط مجرد أن يقطعوا الوصل مع إيران، أن يتراجعوا عن هذا الانقلاب، أن يسلموا الأسلحة، أن يخضعوا لقرار الأمم المتحدة 22/16، وسيصبحون كباقي الأحزاب اليمنية كالمؤتمر الشعبي العام، كالمؤتمر الناصري، كغيرها من المؤتمرات، كغيرها من الأحزاب اليمنية. لذا عندما يقول التحالف أو يصرح مسؤول إماراتي أو مسؤول في التحالف العربي بأن الحوثيين هم شركاء في المستقبل في الحكومة أو ما شابه ذلك، هذا الكلام صحيح، وهذا الكلام من وقت مبكر، بل كانوا قبل الآن. يعني يحيى الحوثي الذي هو وزير التربية والتعليم كان ضمن حكومة نظام صالح الثابت، هم لم يمشوا في أي لحظة من اللحظات، ولكن ما حدث لهم مؤخرا وتحديدا منذ 5 سنوات هي نفقات شيطانية للبحث عن السلطة بعد أن وعدتهم إيران بالدعم بالسلاح والمال والصواريخ والطائرات المسيرة والقوة للانقلاب على حكومة شرعية منتخبة من الشعب اليمني. نعم أستاذ سلمان، نحن نتفق أن الحوثي هو مكون من المجتمع اليمني، هذا لا خلاف عليه، ولكن عندما تساويه بأحزاب سياسية يمنية مدنية، ربما هنا لا أتفق معك، ربما سيكون الحوثي جزء من المستقبل إن تخلى عن سلاحه، إن أصبح مكون سياسي وفق المعايير السياسية في اليمن. أنت تتحدث عن جماعة تستهدف السعودية، تستهدف الأهداف المدنية داخل السعودية، هل هذا التقارب الآن الذي نلحظه من خلال بعض التصريحات ل القادة الإماراتيين وأيضا السعوديين، هل يعني أن هنالك تقارب إيراني سعودي؟ هل هنالك نجاح للحوار مع هذه الأطراف والخروج من هذه الأزمة باتفاقات سياسية؟ لا أعتقد سيدي، يعني من الأخير أنت تسألي سؤال مهم، ويجب علي أن أوضح هذه النقطة بما أعلمه وأعرفه جيدا. التحالف العربي أمامه هدف واحد وهو استعادة الشرعية من قبضة إيران قبل الحوثيين. هذا الهدف لابد أن يؤمن به الحوثيين أنفسهم والإيرانيين من قبلهم. ولكن سيدي اسمح لي أعتذر على المقاطعة، ولكن هذا الهدف يناقض التصرفات على الأرض، تصريحات الإماراتيين انسحابهم من الساحل الغربي، إيقاف عملياتهم داخل اليمن، التزام الحوثيين بعدم استهداف الأهداف الإماراتية، ألا يعني كل هذا أن هنالك تقارب إماراتي حوثي بما يناقض أهداف التحالف؟ يعني التحالف العربي يا سيدتي ليس الامارات فحسب، ولكنه جزء من هذا التحالف، تحالف مشترك. نعم صحيح، تفضل. ولذا يا سيدتي لا اعتقد ولا اتوقع بان هذه التصريحات سواء اتت من مسؤول في التحالف العربي او اتت من انور قرقاش الاماراتي او من غيره ستصبح امرا واقعا ما دام التدخل الايراني في اليمن ما يزال حتى هذه اللحظه. يا سيدتي قبل 3 ايام
قوات المقاومة المشتركة أحبطت عملية تهريب لأكثر من 2000 كيلو بمقدار 100 طن من المتفجرات التي تستخدم في صناعة الألغام، كانت في طريقها إلى الحوثيين عن طريق إحدى الدول الإفريقية مرسلة من إيران. إذن إلى الآن يا سيدتي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك تقارب سواء من فوق الطاولة أو من تحتها مع الحوثيين. كيف سيكون هذا التقارب ولا يزال هناك عمليات تهريب كبيرة تدخل إلى اليمن من الجانب الإيراني؟ التحالف العربي لن يخضع ولن يخاف في أي لحظة من اللحظات من مواجهة إيران في اليمن وأيضا الحوثيين. أنا أؤكد يا سيدتي بأن الهدف الرئيسي السعادة الشرعية، فمعنى ذلك لا يمكن التنازل عن هذا الهدف والبحث عن تصالح أو خضوع مع الحوثيين. هذا أمر مستحيل، لابد أن يفهمه القريب قبل البعيد. والآن من ذلك أيضا للسعودية حفظ الأمن القومي السعودي. أستاذ سلمان تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أعود لضيفي من مأرب الأستاذ عدنان هاشم. أستاذ عدنان لعلك استمعت لحديث الأستاذ عسكر، هل فعلا أن هذه التصريحات لا تناقض أهداف التحالف؟ باعتقادي بأن هذا هو تصريحات التحالف من الأول، وهذه رغبة الحكومة بالوصول إلى سلام مع الحوثيين، لكن ما تحدثوا به الاستاذ عسكر هو شيء مختلف. تحدث بان هناك بان الهدف هو ان يبتعد الحوثيون عن ايران، وهذه النسبه لا يمكن قياسها باي حال من الاحوال. اذا كان الحوثيون يتلقون دعمهم 5% من ايران قبل سبتمبر 2014، فان دعمهم الان يصل الى 90% من قوه الجماعه. هناك تزايد كبير، الحرب زادت من وطالت العلاقه بين الحوثيين وايران اكثر من اي وقت مضى، والابتعاد بنفس الطريقه التي يروج لها السعوديون الان هي نظريه جديده بعيده عن عمليه دعم الشرعيه وتمكينها الى تقليل هذه الاهداف ووصولها الى ان يبتعد الحوثيون عن ايران من اجل تحقيق هذا السلام. بكل حال من الاحوال السعوديه بان الامارات ابتعدت كثيرا عن التحالف العربي، هي تقيم قواعد عسكريه في جنوب اليمن وانسحبت بشكل كبير من محاربه الحوثيين، أو ربما خرج من حرب ضد الحوثيين من أجل مصالحها الخاصة. الأمر الآخر عندما يتم الحديث بأن من الممكن أن يتحول الحوثيين إلى حزب سياسي، فالميليشيا الانتقالية الجنوبية اتفاق الرياض أن الميليشيا الانتقالية أن يبقى كيانا وليس حزبا سياسيا، أن يضع قواته وكياناته تحت وزارة الدفاع والداخلية ككيانات وليس تدمجها كأفراد. هذا يعطي الحوثيين نظرة مستقبلية حول الاتفاق المتوقع معهم. ايضا لا يمكن باي حال نزع سلاح الجماعه بدون ان يتم تحريك انتصار كبير للاتحاد العربي، واعتقد بان اوان هذا قد فات. المعارك الحديده قد توقفت والمعارك السماعيه قد توقفت، وفي صعدها الحوثيين يشنون هجمات معاكسه ايضا الى الداخل السعودي. باعتقادي بان ما يحدث الان هو محاوله لفلفة للموقف ومحاولة خروج التحالف العربي أو خروج المملكة العربية السعودية بما الوجه مليون، وهذا سيعطي الحوثيين بشكل كبير عبر مبادرتهم التي أعطوها في 20 سبتمبر أيلول، سيعطي عبر هذه المبادرة وسياكاتها بأن يكون لهم مستقبل كبير في اليمن ويكون لهم جزء كبير كما حدث في اتفاق الطائف بمن حزب الله أسلحته وقوته، وأيضا جزء من الحكومات المتعاقبة في مستقبل لبنان. وهو ما سيحدث أيضا مع الحوثيين عبر توافق عربي في توافق في سعودي مع الإمارات وأيضا مع نعم. عدنان اسمح لي لأن أعود للسيد سلمان. سيد سلمان، عندما نقول تقارب إماراتي حوثي إماراتي إيراني نتحدث عن تصريحات حسن نصر الله منذ أشهر، نتحدث أيضا عن توقيع اتفاقية بين خفر السواحل بين البلدين الإمارات وإيران. هل نستطيع القول إن اتفقت معي إن كان هذا تقارب أن تقارب الإماراتي الحوثي الإيراني يتم بمعزل عن السعودية؟ توقيع اتفاقية يعني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران أو بين أي دولة خليجية أو دولة عربية أو حتى شرق آسيوية مع إيران لا يعني إيقاف ما يحدث في اليمن. الإمارات العربية المتحدة هي شريك ضمن التحالف ولا تزال ضمن التحالف رغم ما يشاع أو يقال عن خروجها. كان هناك
فقط إعادة انتشار، وهذا ما نعيده ونكرره. الإمارات العربية المتحدة لا تزال على الأرض موجودة، ولا تزال في اليمن، ولا تزال ضمن منظومة التحالف العربي. منذ سنة أو تقريبا أقل من السنة، مسؤول إماراتي كبير زار إيران. ليس معنى زيارته لإيران أنه وضع يده مع الإيرانيين والحوثيين لمواصلة الانقلاب في اليمن. هذه سياسات دولية، هذه سياسات وعلاقات شخصية بين بلدين لا يمكن أن يترتب عليها ردة فعل في اليمن. ما يحدث في اليمن هو أمر انقلاب على السلطة، وهناك قرارات دولية ليست متوقفة على رأي الإمارات العربية المتحدة ولا على دولة أو دولتين من دول من الدول المشاركة في التحالف العربي. هذا شان العلاقات الإيرانية الإماراتية، شان شخصي لا يمكن أن يتعارض مع ما يحدث في اليمن. لو كان هذا الأمر في هذه التوقيع لاتفاقية السواحل مع إيران والإمارات سيؤثر، لكانت الزيارة السابقة للمسؤول الإماراتي إلى إيران أثرت على ذلك، وسحبت الإمارات قواتها بالكامل من اليمن. يا سيدتي، هناك قوات إماراتية موازية لوجود القوات السعودية وباقي قوات التحالف العربي موجودة في اليمن. وكل ما يشاء أو يقال أو يرددها الإعلام الحوثي، والذي يردد أخيرا بأن هناك، والذي بصراحة ترددت هذه النغمة، نغمة المفاوضات مع دول التحالف ومع السعودية تحديدا من بعد اتفاقية جدة، هذا غير صحيح. الحوثيون أصيبوا بمقتل وأصيبوا بطلقة قاتلة في العنق عندما وقعت الحكومة الشرعية ومجلس الانتقالي في الرياض الاتفاقية. الحوثيين لم يكونوا يتوقعوا في أي لحظة من اللحظات أن تصل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى هذه الاتفاقية. لذا بدأوا يروجوا عبر إعلامهم وعبر منصات عملائهم الإعلاميين في دول متعددة كلبنان وإيران وقطر وغيرها، لأن هناك لعب من تحت الطاولة وهناك مفاوضات سرية. سيد كريم، سيد سلمان، اسمح لي بسؤال. نحن هنا الهدف هو توضيح الصورة للمشاهد، كيف يمكن أن نفسر انسحاب الإمارات ووقف عملياتها من الساحل الغربي؟ كيف يمكن أن نفسر التزام الحوثي بعدم استهداف الإمارات على عكس ما يقوم به باستهداف أهداف داخل السعودية؟ كيف يمكن أن نفسر تقرير أحد أعضاء الخبراء في اليمن الذي تحدث عن دعم وعمل إيران على إدراج بعض الأسماء في حزب الإصلاح وأيضا في الحكومة الشرعية ضمن قوائم الإرهاب؟ ألا يعني ذلك أن الإمارات تخوض معركة ضد الشرعية، وهذا ما يخالف أهداف التحالف وتدخله في اليمن، وأيضا يؤكد التقارب الإماراتي الإيراني على حساب أهداف التحالف وعلى حساب معركة استعادة الشرعية في اليمن؟ دعيني أوضح نقطة. استهداف الحوثي للإماراتيين كما تعلمين ويعلم الجميع، استهدف مجموعة نقاط عسكرية للإمارات سقط منها قرابة 50 شهيدا قبل 3 سنوات. هذه كانت عملية لإحدى الدول التي كانت مشاركة ضمن التحالف العربي، لكن لم يستهدف الحوثيين الإمارات رغم التهديدات التي أطلقها حتى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وغيره بأن الهدف القادم سيكون أبو ظبي، سيكون الإمارات، سيكون. لم يحدث شيء. لذا يعني هذه الممارسات وهذه الردود التي مارسها الحوثيين، نحن لا نعتبر أن تستهدف الإمارات، ولكن هذا مجرد كلام. أنا ما أريد أن أوضح، أنا مجرد كلام. لكن الإمارات العربية المتحدة، أنا أكرر وأؤكد بأنها لا زالت موجودة في اليمن ولا زالت تقوم بدورها. ليس هناك يعني شاهدنا الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وشاهدنا الرئيس عبد ربه هادي منصور مع سمو ولي العهد السعودي في توقيع الاتفاقية في جدة يسيرون سويا، وليس هناك أي خلاف، وكانت هناك أحاديث ودية وتبادل ابتسامات. لو كان هناك خلافات لحضر محمد بن زايد، لأن الشيخ محمد بن زايد لم يجبر أحد على الحضور، ولكنه حضر رغم علمه بأن الرئيس عبد ربه هادي منصور موجود. يا سيدتي، كل ما يشاع هذا مجرد أكاذيب. أنتم قناة إعلامية تريدون الوحدة عن الحقيقة، وأنا من واجبي كمتابع للشأن اليمني والملف اليمني أن أنقل لكم الحقيقة كما هي. ليس هناك مصلحة لي أن أنقل معلومة للمشاهدين مغلوطة. أنا أتحدث بشيء على أرض الواقع. الإمارات العربية المتحدة ودور الهلال الأحمر اليمني، الإمارات في اليمن جهد دولي لم تشارك به أي دولة إلا مركز الملك سلمان بن عبد العزيز. يعني باستطاعة الولايات الإمارات العربية المتحدة أن تترك اليمن
يصارع مصيره او يواجه مصيره. المملكه الامارات تدعم عسكريا لمواجهه الانقلاب الحوثي ولا تزال موجوده، وتدعم انسانيا، تدعم عن طريق الهلال الاحمر بالمواد الغذائيه وبالمواد الاسعافيه وغيرها، بينما البقيه لا نشاهد منهم الا الفرفره الاعلاميه ومحاوله اثاره الفتنه ومحاوله التقليل من الدور الاماراتي في اليمن. انا انقل لك الحقائق يا سيدتي. انا اقول لك شكرا جزيلا. الامارات العربيه نشاهدها في البخا، نشاهدها في السواحل، نشاهدها في عدن، نشاهدها في مواقع متعددة. هناك جسر أو جسر إماراتي يقوم بتكليل إسعافات أولية ونقل المرضى والمصابين، وهناك أكثر من 600 مدرسة فتحت خلال الشهر الماضي لم تقدمها أي دولة أخرى. يعني لماذا نحاول أن تقلل من الدور والجهد الإماراتي؟ هذه نفسيات حسابات قطرية تريد أن تقول أن الإمارات لم تقدم شيء وأن الإمارات تلعب تحت الطاولة. الإمارات العربية المتحدة يا سيدتي ليست خائفة من أحد. شكرا جزيلا لك. فصلت الفكرة أستاذ سلمان. يتعامل مع إيران، ولكن الغير يتعامل مع الغربيين من تحت الطاولة من قبل أكثر من 18 سنة بالدعم المالي والإعلاني والسياسي والاقتصادي وغيره. نعم سلمان، وضحت الفكرة، أعتذر منك، ولكن أود أن أبقي بعض الوقت لضيوفي الآخرين في هذه الحلقة. الأستاذ سلمان عسكر، مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية، شكرا جزيلا لك. أشكرك جزيل الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، هل فعلا أن التصريحات المتتالية للمسؤولين الإماراتيين وبعض المسؤولين السعوديين وأيضا ما نشهده على أرض الواقع من تحركات على الأرض وأيضا الاتفاقات والتصريحات لحسن نصر الله والاتفاقات التي تبرم بين الإمارات والإيران لا يعني هذا تقارب، وأيضا لا يناقض أهداف التدخل العربي في اليمن؟ هناك حالة من التقاطعات العامة في كل من موضوع اليمن وعلاقة إيران بدولة الإمارات العربية المتحدة أو تصريحات بقية الأطراف العربية المحسوبة على إيران بخصوص الملف اليمني. قسما منها يمكن أن يندرج بدرجة أساسية تحت باب التصريحات الدبلوماسية أو حالة من الطمأنينة، لكن من الناحية العملية ما طرحه مثلا وزير الدولة للشؤون الخارجية عن مستقبل الحوثيين في العملية السياسية أو أن هناك مستقبلا للحوثيين في العملية السياسية، أعتقد أن هذه العملية نفسها تحتاج نوع كبير من الحساسية، هي تعاني حساسية في التعامل معها. هذه الحالة يمكن أن يكون للحوثيين على افتراض شيء واحد، أنهم ألقوا السلاح وجمعوا السلم ونفذوا قرار الأمم 2216. هذه المسألة يمكن أن تدرك في حالة الدخول بمصالحة عامة في اليمن، لكن إلى الآن لا زال الحوثيين متصلبون، لا زالون يستخدمون ردود أفعال قوية، لا زالوا يشكلوا حالة تهديد حقيقية للمنطقة. أيضا في حالة إدماجهم ضمن العملية السياسية، لو افترضنا جدلا، فهذا ربما يهز الصورة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أمام الداخل في دولها نفسها، 5 سنوات من الحرب وأيضا استهدافا بالصواريخ والطائرات المسيرة والتهديدات، وقد يطرح المنطقة نفسها على صحيفه الفاخر مستقبلا. وبالتالي هذا العمل لا يمكن قياسه من الناحية المنطقية ما لم يتحول هؤلاء فيما بعد انتهاء الحرب إلى كيانات سياسية ويلقون سلاحهم. المسألة تكون شأنا يمنيا مرتبطا بمصالحة داخلية وحلا سياسيا دائم. هذه مسائل تقرر فيما بعد الحرب، لكن في هذه اللحظة أعتقد أن كل هذه التصريحات هي نوعا من الطمأنينة. أما بالنسبة لعلاقة إيران في الإمارات فهما دولتان لا يفصلهما سوى مياه الخليج العربي، وهنالك مصالحا طابورا كبيرا من المصالح التجارية بين البلدين، وبالتالي من حق الدولتان أن تحافظ على مصالحهما، لكن لا يجب أن تكون هذه المصالح على حساب مصلحة الشعب اليمني والسلطة اليمنية أساساً.
نعم، إذا الأستاذ عبد الهادي العزعزي كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. إذا عودة أخيرة إليك أستاذ هاشم، وباختصار هل تتفق مع ما طرحه الأستاذ عبد الهادي أنه ربما قد تكون هذه السياسة الجديدة والمواقف الجديدة واللهجة المختلفة لأطراف التحالف في التعامل مع الحوثي وإيران، ربما للسعي لمصالحة وحل سياسي والخروج من هذه الدائرة المغلقة؟ قد يكون ذلك بأنها بحث عن مصالحة، لكن ما هي نوع المصالحة التي يجري الحديث حولها؟ هل هي العودة إلى 21 سبتمبر أيلول 2014 بأن يكون هناك اتفاق المشاركة وأن يبقى الحوثيين جزء من الحكومة مع احتفاظهم على أسلحتهم وبقائهم كجماعة مسلحة ميليشياوية بترتيبها الهرمي الموجود الآن؟ باعتقادي بأن اتفاق الرياض هو يمنح الحوثيين هذه الميزة ويضعهم يضغطون من أجل ما حدث معهم في الانتقال بأن يكون جزء من اتفاق معهم مع بقاء الأسلحة الكبيرة والنوعية في يد الجماعة. باعتقادي بأن الذهاب إلى مصالحة بحدوث انتصار كبير ومحدد ضد الحوثيين بأنه سيجعل من الوجود سيجعل من أي اتفاقات قادمة هي جزء من تأجيل الحرب وجزء من حرب كبيرة تندلع خلال سنوات أو ربما خلال أشهر. أي اتفاق لا يوقف الميليشيا المسلحة ولا يعمل على تزويدها وإنهائها وإنهاء وجود الكيانات التي خلقت الحرب وما قبلها وإعادة الأحزاب السياسية والعمل السياسي إلى الوجود باستعادة مؤسسة الدولة. باعتقادي بأن هذه هي بداية حروب صغيرة داخل الحرب الأهلية الكبيرة، وباعتقادي بأن هذه لن تنجو بسهولة بهذه الاتفاقات أو باتفاقات يفرضها الخارج على الداخل. نعم، إذا عدنان هاشم كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من الرياض الأستاذ سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية، وكان معي من مأرب عدنان هاشم محلل سياسي وباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية، وكان معي من تعز الأستاذ عبد الهادي العزعزي محلل سياسي. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والشكر موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، في أمان الله.